نشتغل دلوقتي في وصفة خليط الزيوت للشعر. محتاجة النهاردة 100 ملي من زيت السمسم. محتاجة 100 ملي من زيت السمسم. مش معنى النهاردة يا وفاء هنستخدم زيت السمسم. انا كنت بقول لكم دايما ان انا بستخدم في الوصفات زيت دوار الشمس، بقول لكم عليه زيت قليل الحمضية، حمضيته قليلة وممتاز جدا، وزيت ناقل. بس النهاردة بقى حبينا نغير، مش كل مرة هنعمل وصفات بزيت دوار الشمس. المفروض اصلا ان احنا نستخدم كل الزيوت الناقله نقدر نستخدمها. اقدر اعمل الوصفه بزيت الجرجير، اقدر اعملها بزيت السمسم، اقدر اعملها بزيت الزيتون المعصور على البارد، اقدر استخدم اي نوع من الزيوت في وصفه النهارده. انا دايما بقول لكم زيت دوار الشمس عشان اوفر عليكم، لو حد مش قادر يشتري الزيوت التانية يقدر يعمل الوصفات معانا وما يعطلش. لكن الاساس ان انتوا تستخدموا زيوت مغذيه وزيوت قويه للشعر زي زيت السمسم وزيت اللوز. خلاص، زيت اللوز الحلو او المور الاثنين. فالوصفه النهارده هنستخدم فيها 100 ملي من زيت السمسم. هتجيبي برطمان يكون نظيف كده ومتنشف كويس جدا جدا، ما يكونش فيه ولا نقطه ميه، وهنضيف فيه ال 100 ملي من زيت السمسم. لو انا ما عنديش زيت سمسم تقدروا تستخدموا زيت دوار الشمس، تقدروا تستخدموا زيت الذرة عادي. المكونات بقى بتاعه النهارده هي مكونات كتيره شويه، بس صدقوني المكونات ديت هتساعدك جدا 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 انها تحل لك كل مشاكل شعرك. لو عندك قشره، لو عندك قشره القشره هتروح. لو عندك ترسبات دهنيه في فروه راسك كل ده هيروح. لو عندك فراغات، الفراغات هتتملي بالشعر. لو عندك شعرك بيتساقط، عندك شعرك عجوز وما بيطولش، النهارده المكونات دي كلها هتقدر ان هي تساعدك. المكونات دي هتساعدك وهتساعد شعرك انه يطول ويبقى كثيف، والفراغات تتملي بالشعر، هتحللك كل مشاكل شعرك تقريبا. تعالوا نشوف ايه هي المكونات بتاعه وصفه النهارده. المكونات هي عشبه ديل الحصان. عشبه ديل الحصان، انا هشاور لكم، دي عشبه ديل الحصان دي. خلاص، هتروحي عند العطار تقولي له كده عايزه عشبه ديل الحصان، اسمها كده. العشبة دي روعة، بتطول الشعر وبتوقف التساقط، ممتازة جدا جدا جدا. عشبة ديل الحصان، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة كبيرة من الحلبة المطحونة، معلقة كبيرة من الحلبة المطحونة، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من نوى التمر المطحون، محمص ومطحون، نوى التمر المحمص والمطحون، معلقة صغيرة. معلقة صغيرة من الخردل المطحون، الخردل، حبوب الخردل المطحونة. معلقة كبيرة من الكركديه، زهرة الكركديه. معلقة صغيرة من الحرمل، الحرمل، بذور الحرمل. شايفينها؟ معلقة صغيرة من الشاي، الشاي الأخضر. معلقة صغيرة من الشاي الأخضر، معلقة صغيرة من الشاي الأخضر. أنا جهزت 100 ملي، 100 ملي من زيت السمسم. أقدر أستخدم أي زيت ناقل تاني، أقدر أستخدم زيت الجرجير، أقدر أستخدم زيت دوار الشمس، أقدر أستخدم زيت الذرة، اقدر استخدم زيت الزيتون المعصور على البارد، اقدر استخدم زيت اللوز الحلو او المر، اقدر استخدم زيت الخردل، اقدر استخدم زيت ايه تاني، زيت بذور العنب. يا سلام يا سلام. خلاص، 100 ملي من الزيوت دي، اي نوع زيت فيهم. خلاص، بعد كده هضيف عليها، هضيف كل المكونات ديت على الزيت. اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا 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 في الزيت، تمام، وهغطي البرطمان كويس. بعد ما قفلت البرطمان اقدر اخمره باي طريقه انا عايزاها. على فكره في ناس بيستخدموا التخمير السريع قوي عن طريق ان هما بيعملوا ايه، بيجيبوا طاسة صغيرة كده او كسرول او حلة او اي حاجة، ويحطوا فيها الزيت بالاعشاب، وبعد ما بيحطوا فيها الزيت والاعشاب بيسيبوه يدخل يعني 50 درجة 60 درجة قبل مرحلة الغليان، بيطفوا على الزيت، بيطفوا على الزيت. عشان كده بقول لكم لو هتستخدموا الطرق السريعة دي ان انتوا تسخنوا الزيت نفسه، ضروري ان انتوا تستخدموا زيت يستحمل انه يتحط على النار مباشر، يعني مش بحمام مائي مثلا، زي زيت دوار الشمس، ممتاز جدا ويستحمل ان انتوا تسخنوه لدرجة 60، بحيث ان انتوا تاخدوا التفاعل اللي بين الزيت وبين الاعشاب بسرعه. انتوا فاهمين واصلكم الفكره ازاي؟ بس لكن في ناس تانية بتحب انها تخمر الزيت ببطء، وكل ما خمرنا الزيت ببطء كل ما كان احسن. يعني كل ما اخمر الزيوت ببطء كل ما تديني نتيجه احسن، وتخلي المواد اللي جوه الزيت تتفاعل اكتر مع الزيت.
تخلي المواد اللي جوه الزيت تتفاعل اكتر مع الزيت. تمام، ايه هي طرق التخمير ببطء؟ الطريقه الاكثر شهره طبعا ان انا بخمر الزيت، ان انا بلفه بورق الومنيوم او بكيس اسود او حتى شراب، بحيث ان انا ما اوصلش الضوء ما يوصلش ابدا للبرطمان اللي فيه الزيت، وبركنه بقى لمده شهر في درفه من درف المطبخ او في اي مكان. تمام، ما بيوصلوش ضوء لمده شهر. في خلال الشهر ده طبعا البرطمان مقفول، كل شويه هطلع البرطمان وارجه او اقلبه كده، افتحه واقلبه واغطيه تاني واسيبه مكانه. خلاص، دي الطريقه الاشهر لتخمير الزيت. لو انا عامله كميه بقى، لو انا عايزه اشتغل تجاري وعامله كميه، لو انا عامله كميه بضيف ماده حافظه اسمها سوربات البوتاسيوم. الماده دي طبعا ايه، لو انا عامله كميات وبشتغل تجاري ببيع الزيوت، لو انا مش ببيع الزيوت اقدر اضيف، عايزه احافظ عليه ليا انا، هضيف عليه كبسوله واحده من فيتامين اي. كبسوله واحده من دولت 100 جرام، انا كل لتر زيت، كل لتر زيت بحط عليه 10 كبسولات من فيتامين اي كماده حافظه، فاهمين الفكره؟ فدول 100 جرام، فانا هحط عليهم كبسوله واحده بس، قادره ان هي تحفظ لي الزيت ده يقعد معايا شهرين ثلاثه بدون ما يحصل فيه حاجه اسمها زرنخه. زرنخه الزيوت ان ريحته تبقى وحشه والزيت بيفسد، بيبقى صعب قوي انك تستخدميه، فالافضل انك تحطي عليه كبسوله واحده من فيتامين اي. تمام، وصلت الفكره كده. الطريقه الثانيه بقى اللي هي وسط، لا هي ان انا بسخن الزيت مباشر على النار، ولا هي ان انا بستنى لمده شهر، هي طريقه حمام الميه او حمام مريم. هي ان انا هجيب كاسرول زي ده كده، انا قلتها لكم اكتر من مره، وهحط جواه كوبايه كبيره من الميه، وبعد ما احط جواه كوبايه كبيره من الميه احط فيه البرطمان وهو متغطي. خلاص، الميه هنا جوه الكاسرول هتفضل تغلي، هسيبه قد ايه على النار؟ من ساعتين لاربع ساعات، بتديني نفس النتيجه بتاعه التخمير لمده شهر. لما بسيب الميه تغلي والزيت كده جواها طبعا بيتاثر بالحراره، بتديني نفس نتيجه التخمير لمده شهر. دول الثلاث طرق اللي تقدروا تستخدموهم بحيث ان انتوا تاخدوا تفاعل بين الزيوت، تفاعل الزيت بالاعشاب اللي بتتحط جواه، هي دي الطرق اللي تقدروا تستخدموها. بعد كده هاخد الزيت كده خمرته، او انا عملته حمام مائي، او عملته سخنته على النار لدرجه 60 درجه، هاخد الزيت وهصفيه، هجيب منديل مبلل، اجيب منديل مبلل وانشفه كده في المروحه، ضروري يبقى ناشف خالص، وبعد كده هجيب كوبايه او البرطمان اللي انا هصفي فيه واحط المنديل بالشكل ده وبالشكل ده كده. خلاص، اهو زي ما انتم شايفين، وهنزل بالزيت، وهنزل بالزيت هنا، هينزل كده يتفلتر، هينزل هلاقيه نازل جوه البرطمان، صحيح ببطء وكل حاجه بس متفلتر، يعني ما فيهوش اي حاجه ولا الزيت، بس الزيت بقى بيبقى لونه روعه، بيبقى لونه ممتاز، بيبقى لونه ممتاز. بعرف ساعتها ان الزيت اخد كل فوائد، اخد كل فوائد الاعشاب اللي انا ضفته عليها. واخدين بالكم؟ بصوا مثلا الزيت ده كنا عاملينه قبل كده، بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، شايفين؟ الزيت اسمه زيت ناقل لانه هينقل لي كل فوائد الاعشاب اللي انا استخدمتها جواه، عشان كده اسمه زيت ناقل. طريقه الاستخدام، هاخد الكميه لسه رافعاه من على النار سواء بالتسخين او بالحمام المائي، هيكون لسه الزيت دافي اقدر استخدمه على طول من غير ما ادفيه، ركناه عندي بقالي فتره دفي الكميه اللي انا هستخدمها. كل كميه انا هستخدمها بتغذي الكميه المناسبه لطول وكثافه شعرك. ده حمام زيت، زيت ده هنعمله حمام زيت لشعرنا، يعني ايه؟ يعني هنحتاج الكميه كبيره بتناسب طول وكثافه شعرنا، وهنضيفها على شعرنا مع التدليك. بتدلكوا بايه؟ بتدلكوا باطراف صوابعكم مش بضوافركم، هتدلكوا فروه راسكم كويس جدا 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 لمده ما تقلش عن 5 دقائق كده، لحد ما تحسوا كده بسخونه في فروه راسكم. بعد كده بنغطي شعرنا، بعد ما حطينا الزيت ووزعناه من الجذور للاطراف، هتغطي شعركم ببونيه بلاستيك او بالبلاستيك ستريتش. ممكن كمان ده زيت، فممكن استخدم عادي جدا البروكاب. في وصفات بقول لكم اوعوا تستخدموا فيها البروكاب، لان طبعا يعني وصفه الخميره، وصفات الماسكات ما ينفعش ان احنا نحط عليها البروكاب. تمام، او الوصفات اللي فيها بيض برضو. بعد كده هتسيبوا الوصفه على شعركم، لو شعرك جاف بتسيبيها لمده ساعتين، ولو شعرك دهني هتسيبيها لمده ساعه واحده. افضل حاجه عشان تاخدي نتيجه من الوصفه الزيتيه بتاعت النهارده ان انت تستخدميها 3 مرات في الاسبوع، وتستمري عليها لمده 3 شهور، لان يا جماعه دوره حياه البصيله 3 شهور. عشان اخد نتيجه من اي وصفه زيتيه، اي وصفه زيتيه انا عاملاها او اي وصفه طبيعيه انا عاملاها، محتاجه شويه صبر ومحتاجه استمرار على الوصفه. في بنات كتير يحطوا الوصفه
فالموت اسبوع وبعدين يبعتولي على الخاص احنا ما لقيناش نتيجه واحنا بنستخدمها غلط. لا انتوا ما بتستخدموهاش غلط ولا حاجه، انتوا محتاجين ان انتوا تستمروا شويه، محتاجين ان انتوا تصبروا وتستمروا شويه. الوصفات الطبيعيه احلى حاجه فيها ان هي بتدي نتيجه دايمه ونتيجه ممتازه، نتيجه بتغنيكي عن الحاجات الكيميائيه، بس بتحتاج شويه صبر.